لحتى وافق اني اتخلى عن مجد بدي منك شغله واحده. بدي تسمحي لي اقضي مع مجد ليله واحده بس. حبيبتي اول ما بتفيقي حاكيني. اتصلي بقى يا أليس، لسه نايمة معقول؟ ما بسمح لك، ما بسمح لك، ما بصير انك تلغي القرار حبيبي. حرارتك مرتفعة كتير حبيبي. مو مرتفعة ولا شي، ما فيني شي اقبال. خلينا نقيسها لنتأكد. لك شو صاير لك من صباحية الله؟ انت خليك مرتاح. خلصنا اقبال، عم قلك ما فيني شي، انا كتير منيح حبيبتي، والله ما فيني شي. هلا منشوف. لك اقبال انا كتير طبيعي. يا الله، عم قلك ما في حرارة ولا شي. شوف بكري، انت صار لك فترة منيحة هامل حالك، كل وقتك اكل هم اللجنة ومعتبرة اهم من كل شي بهالدنيا. لا هالشي مو مزبوط بنوب. هلا بقوم بعمل دوش وبصحصح. حرارتك 39، لا تتحرك من تختك، دقيقة وبجي. يا حسان، شو هالكسل هاد؟ يلا قوم بسرعة، قوم قوم قوم. شو صاير لك؟ لسه بكير ولو؟ لك إذا ما قمت حيروح عليك كتير. يلا بقى قوم 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 بسرعة. خليتنا نشرب للصبح على مأساة فصلك، وهلأ جاي تفيقني من وش الصباح؟ وحياتك هالقصة صارت قديمة، انحلت المشكلة خلاص. ليك مستحيل حدا يقدر يتجرأ على سميح أبو شاهين، قرار فصلي التغى، لهيك لازم تفيق لحتى نحتفل يا أحسان. يلا ولا حل عني يا قوم ولا خلصني. فقتي يا قطقوطة؟ صباح الخير حبيبي. قلي شو في، ليش هيك موطي صوتك؟ معقولة انت نسيتي اتفاقنا؟ أحسان نايم عندي، واتفقنا انه ما حدا يعرف بعلاقتنا. ايه بلا صحيح. ايه مشان هيك انا وانت لازم ننتبه. اف بس يا روحي، هيك صرت عم اشتاق لك اكتر. وانا كمان يا حلوة، بس انا بشتاق لك بكل لحظة وبكل دقيقة. بس هلأ يا عمري خليني سكر، لانه ما بدي احسان يفيق ويحس علينا موافقة. طيب سموحتي، ببقى بشوفك. أنا بموت فيكي. يعني مالك ناوي تفيقي أحسان؟ ماشي أنا بفيقك بطريقتي. معقولة يا جلال لساتك نايم لهلأ والعالم كله عم يتابع ارتفاع أسعار الذهب؟ ولا تسألني كيف عرفت، لأنه وردة قالت لي. وشو جاب سيرتها هي هلأ؟ بدي افهم انت شو قصتك يا جلول. قلي انت ليش بتكره سيرة هالبنت لهالدرجة؟ والله هالبنت كتير ظريفة، وما عم بعرف انت ليش ما بتطيق ابنوب. مو المهم انا يا زينة، المهم انه مجد ما بيطيقها. انت نسيت شو كان يساوي مشانه؟ كان زمان، اما هلأ مستحيل تعجبه بنوب. طيب وضح لي وقلي ليش. انا حاسة انه في شغلات كتير مخبينة عني انت ومجد، ما هيك؟ وشو بدنا نخبي عنك؟ طيب اسمعني لقلك، إذا عرفت إنه في شي وإنتو ما قلتولي عليه رح يصير شي ما رح يعجبكم. شو صاير لك زينة؟ شو صاير لك من وش الصبح؟ لكي سونيا،
يعني إذا أمك بتضل هيك توقعي أبوك يساوي أي شيء. طبيعي إنه يخونه لأنه هذا اللي عم بتساويه بيطفش أحسن رجال. وأنا هالموضوع بنوب ما عاد يهمني، بس أنا كتير معصبة من أبوك. ليش شو عمل لك؟ يا ستي بابا مبارح إجا لعند خالته لطيفة. لحظة شوي. ألو شو بدك فؤاد؟ لا ما بدي شوفك أبدا. ايه وليش بقى؟ ايه لا يا سيدي من اليوم ما رح تشوفني بنوب. طيب ماشي فهمت. شوفي شو بده؟ شو بده يعني؟ بده يشوفني وقال ما رح يقلي ليش إلا ليشوفني. والله يا بنوش فؤاد هو الوحيد اللي طلع من خرجك وعرف كيف يتعامل معك. هلا انت معه ولا معي سونيا؟ لا معقول يكون معه، بس كل شي سويتي فيه ولساته مصر يضل معك. سونيا شو بدي اعمل اكثر من هيك؟ عم ساوي المستحيل لاخلص منه. مزبوط انت عم تحاولي، بس واضح انك ما حتخلصي منه، وهديك القصه ما نفعت معه كمان. انا رايحه. استني انا كمان طالع معك. روحي. سلامتك حبيبي. شكرا يسلموا. كلها شوية حرارة مرتفعة، القصة مو مستاهلة. تفضل. عصير البردقان هلأ أكيد بفيدك. أنت كمان يا هاجر لك ماني مرضان، لا تعملوني هيك. بابا قالوا لي انك مريض، شو عم يوجعك؟ ماني مريض ولا شيء، بس امك ما عم تخليني اطلع من الغرفه، ليكني مثل الحصان. حبيبي انت خليك بعيد عن بابا عشان ما تنعدى منه. ايه حبيبي اطلع من هون احسن ما تمرض انت كمان. بابا مريض خليني عنده بعد شوي بروح. خلص حبيبي روح هلا. ايه حبيبي تعال روح سبقني على الصالون وهلا بجي بلعب انا وياك. ايه ليش هيك عملتوا فيه؟ انا ماني مريض، كنتوا خلوه هون. حرارتك مرتفعه وعم تعطس، كيف مانك مرضان؟ اخبال انا ضروري روح هلا على الكليه، لازم اعرف مين اللي لغى قرار اللجنه. مستحيل مستحيل خليك تروح، الشغل بيستنى، ارتاح لك شوي. اي مزبوطه اللي عم تحكيه يا ابني، ما بيصير تتحرك من تختك اليوم. قلت لك ما رح اشرب. وبعدين ابعت لها رسالة ولا حاكيها؟ خليني اتصل أحسن. لسه تنامي لهلأ؟ خالي هاجر شو وينك؟ صباح النور. لا تواخذيني يا بنتي، نسيت جهز الفطور من خوفي على بكري. خير خالي هاجر شو في؟ بكري تعبان. عن جد عم تحكي تعبان؟ شو في؟ مين هذا التعبان؟ أبوك حرارته واصلة لل 39. معقول حرارته 39؟ إيه حبيبتي. بيكون لقط فيروس القريب من شي حدا. مستحيل حبيبي، لأنه أبوك صحته كتير منيحة ومستحيل فيروس يعمل فيه هيك، أكيد سميح هو السبب. أنا طالع لعنده بدي اطمن عليه. هيك رح تقوم فورا؟ لك مانك شامم هالريحة الطيبة؟ يلا قوم. ليك شغلتين ما حدا بيقدر يقاومهم، الأكل الطيب والنسوان. يلا خلصني تعال. يعني حرام تتركني نايم شوي زيادة؟ بالله شو؟ هلأ فوق ما جبت لك السجع على الصالون لساتك عم تتأفف؟ والله عال يلا خلصني فيه. لك حاجة تنق فوق راسي. إحسان افتح الباب بطريقك، أنا طلبت عصير بيكون الولد جابهم. شي حلو، معناها رح تشرب معنا العصير.
شو صار معك؟ ليش السواقف؟ تفضل استلم عصير الفواكه. سميح بيك هاي العصير. ان شاء الله صرت منيح حبيبي. لك ما انكم شايفيني قدامكم انا كتير منيح. بابا بما اني انا دكتورك بامرك تستريح اليوم. وانا ابوك عم اقول لك لازم روح على شغلي اليوم، مستحيل حدا يمنعني بعده هيك. بدي ما بصير دكتور، انت لازم ترتاح. يا بابا فيك اليوم بس تنسى الشغل؟ انا اجيت، لا تقلي ما رح تشربون. هي كاسه البورات فيها بابونج وملي سو قرنفل وشاي اخضر وشويه قشر ليمون، اشربها. شو هالخلطه العجيبه اللي بدي اشربها؟ ان شاء الله صحه وهنا، اشربهم شوي شوي حبيبي. طعمتها مو طيبة هاجر. شو بدك يا اولاد صغار؟ بابا اذا ما شربتهم بحرموك من افلام الكرتون. طيب بما انكم قررتوا اني مريض، يا ريت تطلعوا كلكم من الغرفة احسن ما تنعدوا مني. يلا حتى وانت مريض بضل بالك مشغول فينا. قوموا روحوا على جامعتكم. والله ما عم بقدر انسى نهايته القليل هالادب، رح تكون على ايدي. معقول هلا عم تفكر فيه؟ بابا لا تشغل بالك، ما انه محرز. المهم تقوم بالسلامة دكتور. ماشي، شكرا لاهتمامكم، يا ريت تتركوني لحالي. يلا تعرف بدي اعمل لك كاسة عصير جزر. يلا طلع عم يخونك لكان، قضيتي عمرك معه وهلا متعرف على وحدة غيرك يا صبحية. المي عم تمشي من تحتك وانت محاسة فيها. يا الله شو بدي ساوي معه؟ شو هاي؟ هذا رقم تليفون البصارة. مجد استنى شوي، شو صار معك؟ بمشكلة وردة؟ قلي في شي اخبار جديدة؟ ولا شي بابا، شو بده يصير يعني؟ بس يا ابني المفروض اعرف كل التطورات بهالموضوع، اتفقنا؟ اتفقنا بابا، ما تاكل هم، انا رح حل هاي القصة بطريقتي. هلأ لازم روح، بشوفك بعدين. طيب روح حبيبي. جلولتي لازم روح لانه موعد الكوافير قرب. اي نعم، ايه انا هو. كيف؟ ما توقعت المبلغ يكون كبير هيك. طيب وليش كل هالقد غالية؟ طيب ماشي، شكرا لك، اكيد مع السلامة. بدي اسألك وجاوبيني بصراحة، شو هو الشيء الغالي اللي اشتريتيه بهالفترة؟ ولا شيء بنوب جلولتي، انا ما اشتريت شيء. اي صح نسيت، اشتريت مزهريه، هذا كل شيء. شو في شيء؟ سميح ممكن تصب لي شويه عصير؟ شربي. لا حاستكن مو كتير مبسوطين بشوفتي. وردة شو هالحكي؟ نحن مبارح تقلنا بالمشروب شوي، هاي هي كل القصة، ولهلا ما عم نقدر نصحى. وإحسان شوفوا شلون قالب خلقته. لأنه نحسان هو زودها بالشرب شوي ومشان هيك قالب خلقته. ها مو نايم، شو رأيك هلا بمفاجأة تخليك تصحصح منيح؟ مفاجأة بتجنن. بس قلي ليش غيرت ستايلك؟ أي ستايل؟ عن شو عم تحكي أنتي؟ شو نسيت الشعر المجدل؟ وكمان البنطلون الإسبانيولي؟ كانوا كتير حلوين عليك. أنا؟ شو نسيت؟ والبنت اللي كانت معك كانت كتير حلوة، هاي حبيبتك الجديدة؟ لك أنتي عن شو عم تحكي؟ لا معقول نسيت؟
على فكرة كنتوا كتير لابقين لبعض. بدك تشوفها؟ أهلين مروشة. صباحو حبيبي. شو الأخبار؟ منيح، أنت كيفك؟ أنا منيحة. اليوم في فيلم كتير حلو بنادي السينما، شو رأيك نحضره سوا؟ إيه ماشي حبيبتي، بنحضره. يلا باي. حبيبتي لين، اسمعي، سبب مرض بابا هو سميح وعمايله. إذا ممكن ما بدي إياك تشوفي سميح، قليلي لي هالفترة بس. اطمن يا أوس، والله ما رح شوفه. ايه أليس، وردة لساتها ما حلت عنكم؟ هالموضوع مو وقته لنحكي فيه. شو صار؟ احكي لنا، في شي جديد؟ ولا شي أوس. متأكدة أليس؟ بحكي لكم بعدين، أنا لازم روح على المحاضرة عن إذنكم. طيب أنا جاي معك. وأنا كمان لازم روح على المعهد. بدي طلع صحن الشوربة لبكري، ظافر هو اللي جاب لي هالوصفة ومبينة منيحة كتير. كمان؟ كلكن طالعين برات البيت؟ بدنا نروح على الجامعة ولين رايحة على المعهد. حبيبتي لين، ممكن احكي معك كلمتين قبل ما تطلعي؟ معلوم. يلا بخاطركن. بخاطركن، مع السلامة. نحن اتفقنا تحكي لي الصدق، مزبوط؟ ظافر قال لي انك انت مبارح رحتي على بيته لسمير. تافه وفساد. هو عمل هيك مشان مصلحتك، بعدين نحن مو اتفقنا انك تبعدي عنه لسميح؟ ما بدي اياك تشوفيه يا لين. تكرم عينك امي، هلا صار فيني امشي؟ طبعا، انتبهي منيح. معقول انت هيك اتفقنا بكري؟ ليش قمت من التخت؟ ما رد علي يا ست اقبال، حمل حاله ونزل. انا ما فيني ضل طول النهار بالتخت، ماني متعود كون مريض. معناتها رح تنام هون. هلا انا مجبور نفذ اوامركم؟ ايه مجبور. شو باين اتفقتوا علي هلا؟ ماشي، رح اعمل اللي بدكم اياه. في شي تاني؟ يلا. والله انه الرجال قد ما كبروا بيضلوا مثل الاولاد الصغار. انت اكيد جنيتي يا زينة، شو المناسبة اللي تشتري هيك شغلي فاضي هلا وقتها؟ ليش هالعصبية يا جلول؟ مزهرية عجبتني واشتريتها. وما انتبهتي على حقها؟ انت بتعرفي لو ما اتصلوا فيني من البنك انا ما كان صار لي خبر؟ ايه خلص بقى، مو ملاحظ انك زودتها؟ صحيح انا عم اشتري غراض غالية شوي، بس هي مو مشاني، مشان البيت. بس لمعلوماتك هالفازة من عهد السلاجقة، يعني تحفة. زينة، مو انا قلتلك وطلبت منك تخففي شوية مشتريات بهالفترة؟ طيب ليش اشتريتي هالمزهرية؟ أنا ما عم أفهمك حبيبي، بدي أعرف شو صار لك فجأة؟ اللي بيسمعك بيقول ما معنا مصاري. لا مو هيك القصة يا زينة، نحن عنا برنامج مالي محدد، المفروض ما نتجاوز الحد، يعني هيك مصاريف فاضية والله ما لها داعي. عن جد أنت مو معقول، إذا هيك تحفي رح تكسر لك ظهرك، بهالحالة عيشتها كلها ما لها طعمة. بس نحن إيه خلصني بقى لا تكبر الموضوع، يعني أنت ما عم تشوف الناس شو عم يشتروا؟ أنا اشتريت مزهرية واحدة مو أكثر، حاجة نق بقى هزيت اللي بدني. ومشان هيك بتحملي المزهرية وبترجعيها. انت شو اللي عم تحكي؟ بدك العالم تحكي علي؟ قلتلك بدك ترجعيها، ماني مستعد روح مصارية على هيك شغلات فاضية بس مشان تشوفي حالك. اهلين سونيا. كأنك رايح لشي محل؟ أنا بعرف إنه لسه في شي ساعة ليبلش درسك، ما هيك؟ لازم روح بكير مشان نشوف الأساتذة، بالكام يوم اللي مروا في كذا شغلة ما فهمتها. إيه روح لكان، الله يوفقك يا رب. شكراً، يلا بخاطرك هلأ. ظافر؟ يمكن مبارح بابا زعجك وضايقك بتصرفاته، يعني ما تكون لساتك زعلان. معقول ازعل منه؟ خلص نسيت. بتعرف بابا عصب لما شافك بالبيت فجأة، هو بالعادة لطيف كتير. سونيا هيك شغلات بتصير كتير، كلنا بنعصب. يلا أنا لازم روح بخاطرك. الله معك موفق.
والله شكرا كثير لك لانك استقبلتيني. انت بتعرفي منيح انه انا ما ببصر لمين ما كان، بس انا حبيتك لانه قلبك ابيض، وفوق هيك شكرا خانم، زبونه قديمه عندي. انا كثير ممنونه، والله انا قديه مربطين، بدي اياك تساعديني وتقولي لي شو ساوي، ما في غيرك بيقدر يساعدني. والله ولا وحده طلعت من عندي مو رضيانه، يعني اذا عندك مشاكل بدك تحليها بتكوني وصلتي، بس كمان ما في شيء بدون مقابل. معك مصاري ما؟ طيب وقديش تسعيرتك غالية؟ إلك أنت بخمسمائة ليرة والقهوة بخمسين ليرة، بس مسامحة فيها، قلتلك إني حبيتك وإذا وافقتي لازم تدفعي هلأ، وإذا بيناسبك هالشي لنبلش. بس والله يا أختي أنا ماني حاملة خمسمائة. والله إذا مو عاجبك الله معك، أنا ما بساوم. طولي بالك. طيب طيب شو رأيك هيك منيح؟ بس لأنه مبين وضعك مكركب أنا رح ساعدك. الحقيقة عطول بتكون مرة وأنا ما بعرف أكذب، رح أقلك كل شي بفنجانك. قلي لي جاهزة؟ جاهزة. بانا؟ يا أهلين وسهلين، أسامة طلب أنه يتعرف عليكي ولهيك جبته. من زمان حابب أتعرف عليك وبتشكرك على اللي عملتي. ولو ما عملت شي، يعني هي مبارح شكرتني أكثر مما أنا بستاهل. تعرفي أنه ما كنت متوقع نجتمع أنا وأنت وأسامة؟ سبحان الله هالشغلة كيف ترتبت، كان أسامة بالعسكرية واليوم حتى أجا. صحيح سبحان الله. أنا أعنزنكم شوي بس. بانا اسمعيني، أنا بعرف شو كان قصدك من اللي عملتي. شو يلي بتقصده؟ قبل ما أجي لهون مرقت على الدكان، عمي أحمد ما كان هنيك، بس أنا شفت أبوكي وعرفت منه أنك مخطوبة لفؤاد. إيه وأنت شو قصدك؟ ما كل العالم بتعرف. بس أنا ما كنت بعرف، عايشة هي اللي قالت لي كل شيء، وقالت لي أنك عم تحاولي تعرفيه على خطيبك فؤاد. يعني فاجأتني باللي عم تحكيه، فهمتني غلط، شو ذنبي أنا؟ لا ما بظن فهمتك غلط، وهلأ بدك تحكي لي عن كل الخطط اللي عم تدبريها، وإلا رح أحكي اللي بعرفه لكل العالم. شو مفكريني رح أمن لكم وأتعامل معكم بثقة؟ ولأني ما بثق بحدا، طلبت من واحد إنه يراقب المكان. والله أنت مصيبة كبيرة، شو هاد؟ والله ظريفة هالبنت، يعني أنت وياها كتير لابقين لبعض. خلاص أنا ما عاد حب مرة تانية، وحبيبتي تركتها من فترة قصيرة، والبنت اللي شفتيها معي. بس هي ما بتشكي من شي. لا تحكي عن بانا وإلا بتمسكك من إيدك اللي بتوجعك. خلاص سكر هالموضوع هلأ. لو سمحت روح واتركنا لحالنا، في بيني وبين سميح موضوع خاص شوي. ايه طبعا تكرم عينك، رح اترككم لحالكم، بدي وصلوا إجي. شو هاديها؟ بأي حق بتحط على متراقبنا؟ مشغلة جواسيس كمان؟ دير بالك منا أوكي؟ لا تاكل هم، انت امشي هلأ بسرعة وبلا ما تسمعنا، نبقى على تليفون. اتفقنا؟ اتفقنا. اي وردة هاتي لشوف شو بدك تقولي. قبل كل شي لازم قلك انه نحن منختلف بطريقة فهمنا للحياة. كيف يعني؟ انا كاشفة وراءك، بعرف انك عم تلعب على الحبلين وهالشي ما فيك تنكره. أكيد صاير معك شيء، قولي لي شو هو. طيب إذا مو حابة تحكي هلأ بس خلص محاضرة بنحكي ماشي؟ أليس ماجد شو عم تعمل هون؟ لأنك ما رديتي على رسائلي، قلت بيجي بشوفك وبتطمن عليكي. آسفة ما انتبهت. كيف ما انتبهتي بقى؟ كل مرة بتشوفيهم شو اللي تغير هالمرة؟ فسري لي. لازم هلأ فوت على المحاضرة، مو وقته هلأ. أليس وقفي شوي، ليش عم تتصرفي معي هيك؟ قولي لي، أنا وياكي لازم نحكي باللي صار مبارح، وبعدين لازم نلاقي حل. هيك شغلة مو سهلة، الموضوع كتير موترني يا مجد. معك حق أليس، أنا كل اللي بدي إياه إنه نقعد ونحكي حتى نتفاهم، ما لازم تتأثر علاقتنا مزبوط؟ بعرف هالشي كتير منيح مجد، بس الصراحة إنه طلب وردة مو طبيعي أبدا. ومين قالك إنه رح نستجيب لطلبها؟
انت امبارح قلت لي لازم نقبل طلبها لانه هاي هي الوسيله الوحيده لتحل عنا. هي بدها تقضي ليله معك وانا ما عم بقدر قرر. يلا تفضلوا على المحاضره. يلا مجد لازم نفوت. وردة، أنا مشان شو لحتى ألعب على الحبلين؟ مو أنا اللي اقترحت هالقصة بالأساس؟ ما بعرف ليش ما أقنعتني. ما أنت حاطت عالم يراقبوني؟ كم مرة بدي أقلك أنه أنا ما حطيت حدا يراقبك؟ آه سميح حبيبي، كأنك كنت زمان أشطر من هيك بالكذب. بدك يعني صدق أنه إحسان بيعمل شي من غير ما يقلك عنه؟ هلأ شو جاب سيرة إحسان؟ أوف، خلص حاجة مليت منك. أصلاً واحد مثلك مستحيل ينوثق فيه. وشو في داعي لتقولي هيك حكي هلأ؟ نسيتي إنه أنا الوحيد اللي كنت تثقي فيه؟ آها، بس بحب إلك إنه هذا الحكي كان زمان يا سميح بيك. شوف هذا الحكي صار هلأ ذكرى من الماضي. اليوم في إلنا حكي تاني حبيبي. إذا بدك ما تتضايق عمل اللي رح إلك عليه. من شوي ما كنت تثقي فيني وهلأ صار بدك تعاون معك، معقول؟ شلون زبطت معك هي؟ لا هي بسيطة، انت بس بتعمل اللي انا بطلبه. بتعرف ليش؟ بعرف شغلات مو منيحة عنك واكيد رح افضحك. وشو هي هالشغلات؟ بلا ما ذكرك احسن. طيب شو بدك؟ هو طلب صغير. مجد وانا بدنا نقضي ليلة رومانسية وكل المطلوب منك هو بيتك. شو شفت احكي لي؟ لا تطلعي صوت، خليني ركز وشوف. ايه بس الفنجان لساته رطب، ما لازم نستناه لينشاف؟ الفنجان مو هو السر، السر فيني انا، انا بشوف كل شيء. بعدين شو بفهمك بشغلي انا؟ خليكي ساكته. والله ما كان قصدي، مشان الله لا تواخذيني. اسمعي، عندك بنتين صح؟ والتنتين باسمهم في حرف نون ما هيك؟ وكمان حرف الالف. بسم الله الرحمن الرحيم. بين انه في وحدة منهم عاقلة، اما التانية بين معي انه طايشة. وحدة منهم الى مستقبل كبير، ما مبين معي اي وحدة منهم، بس على الاغلب الكبيرة. بجوز تاخد واحد مشهور او غني، الله اعلم. بس امتى بصير هالشي والله ما بعرف. ان شاء الله ان شاء الله بصير يلي عم بتقولي عليه. ومبين في واحد واقف جنبها باسمه في حرف الظا، واذا ما خاب ظني بده يفتح لها لبنتك باب جديد مثل ما بتتمنى، وهالشي عن قريب رح يتحقق. ظا؟ مين في باسمه حرف الظا؟ اي والله بعائلتنا كلها ما في هالحرف. اسمعيني شوي، بنتك التانية مو مرتاحة بسبب جوزك. شكله جوزك ظالمة كتير لهالبنت. ها؟ سبب جيتك لعندي لهون انا عرفتها من الفنجان. انت وجوزك في مشاكل كبيرة بيناتكم. أنا آسف لا تواخذوني، كان لازم رد على التليفون، شغل ما فينا نقوله لا. تعرف فؤاد، بظن في شي لازم نوضحه لرفيقك. رفيقتي كانت مفكرة إنه جبتها لهون مشان عرفك عليها، بتتخيل؟ والله شي بيضحك. ما أنا ما فهمت عن شو عم تحكوا. هي فهمت غلط وراحت حكت هالشي لأسامة. يعني طبيعي دبر لخطيبي بنت تانية مشان يروحوا ويتركني؟ وقال عم تقول انه بدها تخبر اهلي عن هذا الموضوع، فساعدني لفهمها انه هذا الموضوع مو كتير صح وفهمته غلط. بدك تفهميني انه القصة؟ ايوه، وانا طول الوقت عم اقول لحالي هاي البنت ليش عم تحكي معي هيك؟ معنا؟ انت عم تحاولي تتخلصي مني شي؟ والله انا ما قدرت صارحك بهالشي، بس هلا لازم تعرف يعني شوف مصلحتك. احكي لي بانا شوفي. فؤاد عم تحكي كأنك ما بتعرف شو صار، مو معقول انت. احكي شو هذا اللي ما بعرفه؟ احكي. اوه شايف الفساد اليوم جاي على الدوام. العالم بالاول بيقولوا مرحبا. لا تحكي ولا كلمة. مو انت قلت له لأمي اني رحت لعند سميح؟ يعني هلأ صار اسمك الفساد عندي. ما كنت بتوقع منك ابدا تعمل هيك. لانه يا لين انا مستحيل اكذب، قلت لك رح خبرها وخبرتها بهالشي. ما حدا طلب منك انك تكذب، لو شفتنا بعيونك بنقول معك حق. شو اللي خلاك تعمل هيك؟ طيب جربتي تقولي الحقيقه شي مره بحياتك يا لين؟ قولي لي. شو تافه يا ظافر، شو تافه. انتبهي يا لين،
حبل الكذب قصير، قد ما حاولتي انك تكذبي رح تنكشفي بالاخير. انا كان قصدي ساعدك بس للاسف انت طلعتي وحده ما بتستاهلي. ايه عم تحكي معي مثل ختيار عمره فوق المئة سنه، وانت عم تتصرفي تصرفات بنت عمرها 5 سنين. للاسف انت ما دخلت فيي، بعدين ما حدا طلب منك المساعده اصلا. لما اشوفك عم تغلطي اكيد ما رح اسكت لك. تفضلي على الدرس. اذا ما فتت شو رح تعمل؟ رح ادق لها تليفون لامي وتقلها؟ تفضلي، وهي احلى كاسه شاي لاحلى عيون. يسلموا ايديك اوس. بدي اقدم لك هديه رمزيه لانه خايفه انك تكون لساتك زعلان مني. الهديه مشان تسامحني. مروه ما حكينا ونهينا القصه، شو بكي انت؟ اوس حبيبي خلص لا تحكي شي، هي هديه رمزيه. أكيد مو جايبتي لألبسه ما هيك؟ لا لا، هذا التيشيرت مهم عندي، بذكرني بأول مظاهرة إلي. هيك لكان شغل مظاهرات؟ ظاهرنا مشان وردة فراشة الحب، لأنه هالنوع من الورد قل عدده وصار فيه احتمال ينقرض. شكرا، هديتك إلى معنى كبير عندي، بس هذا أكيد ما بيعني إني ألبسها، ما هيك مروة؟ شو صاير غليظ يا أوس؟ إمتى رح تبطل مقلسة؟ تفضلوا يا جماعة الفيلم رح يبلش. التغى قرار اللجنة، عرفت شي يا فاروق؟ كنت عم بحكي قبل شوي مع الأستاذ عزيز وسألته، قال النظام الداخلي بنص إنه الدكتور مدير اللجنة لازم ما يكون من هون من الكلية. طيب رحت سألته للعميد؟ ايه شفته وسألته، وهو رأيه كمان إنه نلغي قرار اللجنة. ماشي فاروق، شكرا لك. العفو دكتور، إن شاء الله بشوفك أول الأسبوع. يعني لساتك عم تحكي بنفس المشكلة؟ خلص بقى عن جد أنا ما عم بفهمك. ليش ما عم تفهميني؟ طبيعي هالموضوع يشغل لي بالي، يعني إذا تراجعت عن رأيي ونفذت اللي بدهم إياه بتكوني مبسوطة؟ أنا ما بديك تتراجع عن رأيك، بس كمان لا تكبر الموضوع بكري. لا ما معقول ما خطرت على بالي هالفكرة. لازم أتصل بالأستاذ نور الدين، هذا أحسن شيء. لسه بدك يعني كمل؟ أنت متأكدة؟ في مرة تانية بحبها، ما بحطه بزمتي بس مبين معي في مرة تانية. قلتي لي مرة تانية؟ بانا أنا ما رح أجبرك على شيء، وهلأ بدك تقلي لي بدك ياني ولا لا؟ وإذا ما بدها منروح لعند أبوه ومنفهم منه كل شيء. طول بالك أسامة. حبيبي فؤاد، ليش عم تحكي معي وكأنك ما بتعرف قديش أنا بموت فيه؟ هيك حتزعلني منك. يعني نفتح صفحة جديدة اليوم؟ ليش نفتح صفحة جديدة؟ أنا بحبك من زمان. وليش بتموتي فيني؟ لأنك أنت بصراحة برأيي أحلى شاب بالعالم، وأزكى وأطيب وأنقى وأصدق واحد حبيبي. ما في سبب تاني؟ يا فؤاد الحب ما بده سبب، أنا بحبك وبس. بيرضيك الشي اللي عم بيقوله يوصل لأبوك؟ بعدين معقول تصدق أني عم أدبر لك بنت تانية؟ أنا مو مجنونة لأعمل هيك. عن جد هالبنت مو طبيعية، بدها تخرب علاقتي فيك. هي هي اللي عم بدق. منيح كنت ناوي حاكيها بعد شوي. بدنا نروح أنا وأسامة لنحضر فيلم تذكرتك. إذا بتحبي تعي معنا أنت وفؤاد مننبسط. قلت لي اسمك أسامة؟ غلطان، أنا اسمي سرحان وأسامة بيكون أخي التوأم. انت لسه في بقلبك مشاعر اتجاه وردة؟ لحتى وافق اني اتخلى عن مجد بدي منك شغلة واحدة. اوه والله شكلك عم تشوفي افلام اكشن كتير، ومشان هيك عم تحاولي تضبطي كل شيء مثل ما بدك، بس كأنه هالحل غريب شوي ما هيك؟ ليش؟ مجد وأليس ما بيستاهلوا انه عيشهم هيك ليلة؟ هنن بيستاهلوا، بس بظن مستحيل يقبلوا بطلبك هاد. انت لا تاكل هم حبيبي، انا متأكدة انهم رح يقبلوا. بس فهميني كيف بدك تقنعيهم. والله هذا سر من اسراري،
انت بتعرف انا ما في مرة حطيت شي براسي الا وصار، ولا شو؟ اي مزبوط بعرفك. ماشي خلينا بالمهم، قدي بدك اجرى مقابل ليلة واحدة؟ اللي سويته يا زافر، بهدلتني قدام كل الطلاب، انت طلعتني قدامهم غبيه. شو عم تقولي لين؟ انا ما برضى حدا يحكي عليك بهالطريقه. ليش وادمي؟ ولك انت وهداك المستحاسه المفروض تحترميه لانه استاذك. لا هو مستحاسه، هو وجه لي السؤال الي، شو دخلك؟ ليش جاوبته؟ وبعدين كيف بتقول له اني ما بعرف جاوب؟ قلي ليش سويت هيك زافر؟ جاوبت عنك لانه فكرتك ما رح تعرفي تجاوبي. وانت شو عرفك؟ انا كنت رح اقوم جاوبه. اه صحيح، لانه الجواب مكتوب على السقف، مشان هيك حضرتك كنت عم تطلعي على السقف، ما هيك؟ اه عفوا، الجواب كان مكتوب بكتبك اللي ريحتهن شوربة، وحاولت افتحهن على فكرة، بس للأسف ما قدرت لأني كنت رح استفرق. فيك هلأ تروح من وشي. انت متكبرة يا لين وشايفة حالك، بس لأني حاولت ساعدك عم تعمليني بهي الطريقة؟ قلتلك ما بدي مساعدتك، وكمان يا ريت ما بقى تعطيني دروس، الأحسن أنه تبيع حلويات أو تشتغل كندرج، المهم بعد عني. الشغل بعمره ما كان عيب، وأنا ماني خجلان لأني عم عيش بعرق جبيني، أحسن ما أني شوف حالي بمصاري أبي. رح كون صريح معك يا لين، انت وحدة مستهترة، قد ما شرحت لك الدروس ما بفوتوا لمخك لانه بالك مشغول بالموضة وبالمكياج وكيف تقدري توقعي الشباب. متجوزة ومبين انه عندها اكثر من ولد كمان، وعم تعمل كل شيء لتوقعه بحبها. الله ينتقم منا وسامحك على اللي عملته فيه يا كاظم. جوز هالمرة يا حسرتي مهموم وعم بفكر، يعني مثل حالتك، هنن عم بيشوفوا بعض ويخططوا لمستقبلهم. والله مبين انه جوزك طابس فيها. معقول هيك تكون اخرتي معك يا كاظم؟ وعم شوف هون انه روحاته وجياته لعنده كتير، وما بفوت فاضي، بيكون حامل حلو وغيره وغيراته، كاظم بس بده رضاها. معقول بعد هالعمر كله يساوي فيني هيك؟ ولك أنا شو قصرت معك؟ الله لا يسامحك يا كاظم. ليكي جوزك هاد بده يترك الشغل بسبب هالمرة هي، وحياته حتتدمر لأنه هالمرة ما رح تخليله بجيبته ولا فرنك. أنا نبهتك أنه الحقيقة بتكون قاسية ومو الكل بيقدر يتحملها، بس الله يصبرك، والله الخيانة ما بتنحمل. خلصنا بقى أوس، حاجت الضحك. كيف بدك يعني مع الضحك مروة؟ طيب كل شيء ممكن، مو بيقولوا إنه السينما هي انعكاس لحياتنا الواقعية؟ والله ماني مصدق اللي صار، عن جد هالشي مو معقول. شبك أوس، حاجة مسخرة بقى، لا تزودها. أنا ما دخلني، أنت اللي جبتيني على هذا الفيلم، على البنت عم تبوس واحد تاني، شو عم تفكر كيف بدها تخبر حبيبة؟ أنت شو قصدك بجيتنا على هالفيلم؟ خلص فهمت، مبين انه هالموضوع مستحيل تنسى. كيفكن يا شباب؟ ان شاء الله مناح، مبين عنكم مبسوطين كتير. احكوا ايه لكان وطاير عقلنا. كنت هلا انا ومروة عم نحضر فيلم و أوس خلصنا. مروة حبيبتي شو الموضوع؟ يعني كأنك متضايقة من شيء؟ اه عفوا مو قصدي، لمست لك كتفك بالغلط، عن جد مو قصدي شيء، ويا ريت ما تفهموا تصرفي غلط، عن جد أوس انا اسف كتير. بوس المرة الماضية وهالمرة لمست كتف. انا ما عاد اتحمل اكثر. لك استني يا مجنونة عم نمزح. لك شو قصتها هي مروة؟ شكلها أخذت الموضوع جد. أنا رايح شوف هلأ بتاخد القصة جد. شكراً لك استاذ، شكراً كتير، الله معك. رح يتغير القرار؟ قال لي يمكن، بس بده يفهم القصة. جد دخنتيها وردة؟ انت متخيلة انه ممكن اعمل هيك شيء؟ والله اللي بيسمعك بيفكرك بحياتك ما جبت بنت على هالبيت، اذا نسيانهم بذكرك فيهم. مستحيل وافق يا وردة، مستحيل، الفنادق ما في اكتر منهم، روحوا على شي فندق بس بيتي لا تفكروا فيه. خلص انا مستحيل وافق. برافو عليك، والله ما في اشطر منك بتوقيع البنات. بس قلي كيف لينا عم تحاكيك بعد هداك اليوم؟ كأنه هالبنت ما عندها كرامة.
بدك ترد عليها؟ رد وقل لها اني مشغول كتير مع وردة. اسمعني منيح سميح، انا وانت معمولين من نفس الطينة، يلي بدنا اياه لازم نحصل عليه. بقى احسن لك تعمل كل اللي بدي اياه، يا اما بنشر كل غسيلك الوسخ. كل اخبارك عندي وانت بتعرف شو ممكن اعمل. من هون للمسا ردي لي خبر. يلا باي يا حلو. بشكل غريب، أنا أبدا ما كان قصدي إزعجك، بس إذا كانت هاي الطريقة الوحيدة لنخلص من وردة، روح أقضي معها ليلة لنرتاح. أليس؟ شوفي أليس. أي نعم، عفواً دكتور. ليش شاردة هيك؟ شو القصة؟ ما في شي، بجوز لأنه مبارح ما نمت منيح، ومبارح كمان طول الوقت شاردة. شو بكن أنتو اتنين؟ خلوا البنت على راحتها. ماشي، أنا رح روح جيب بريق الشاي. شوفي أو سحكي لي، ما بعرف أي شي. صبي لي شوي إذا ممكن. أليس صار لك شي؟ كبيتي على حالك؟ لا أنا منيحة، الشغلة مو مستاهلة، ما فيني شي، بس لازم روح بدل تيابي. صباح الخير. صباح النور. صباح النور حبيبتي. واو، شايفتكم بلشتوا بالأكل من دوني. يلا عادي لشوف. زينة زينة، لسه بكير كتير جلول، شو في على الصباح؟ شو بده يكون حبيبتي؟ قليلي ليش لهلا ما رجعتي الفازة؟ وشو هالشغلة المهمة؟ بس يا زينة، انت لازم اليوم ترجعيها، يا اما بترجعيها من محل ما جبتيها، يا اما شو؟ قول بدك تطلقني؟ حبيبتي مو اتفقنا انك ترجعيها؟ لك والله طوشتني. خلص اليوم رح رجعها. روح هلا وسكر الباب وراك، خليني اعرف كمل نومتي. شو بلاقيك فايق بكي؟ صباح الخير بابا، في موضوع كتير مهم حابب احكي معك. خير، شو الموضوع؟ تركونا لحالنا، في بيني وبين أمكم حديث وما بدي إياكم تسمعونا. صبحية أنت منيحة؟ بدك تضحك علي بكلمتين مو هيك؟ فكر عقلي صغير لصدق كل شي حتحكيه. روقي شوي صبحية، ليش عصبتي قبل ما تعرفي شو بدي اقول؟ ليكي طولي بالك وخلينا نحكي مثل العالم. شو اللي خلاك تحكي لي هلا؟ انا ما بدي اسمع ولا اي شيء. كل يلي بدك تحكي انا بعرفه منيح. لك شو اللي بتعرفيه يا مرة؟ شو انت جنيتي ولا بدك تجننيني؟ لا كاذب، انا ما جنيت، ويا ريت ما تحكي معي بالمرة. استغفر الله العظيم على هالمصيبة. يلا
عندك. أليس فيكي شي؟ لا ما فيني شي، لا تاكل همي أبدا. أنت شو عم تقولي؟ مبينة إنك مالك طبيعية، شكلك متضايقة كتير. بصراحة متضايقة بس ما رح أقدر أقول لك شي هلا. مو تاركك لتحكي لي لأني ما فيني أتحمل شوفك هيك بنوب. أوس أنا حموت من قهري. تعي نفوت على غرفتي ونحكي. من وين اجتني هالشغلة؟ هالبنت هي مجنونة وهلأ جاي لحتى تجنننا معها. طيب شو بدها تعمل ببيتك؟ لك أنا شو بيعرفني؟ فيك ما توافق هي رح تضغط عليك طبعا، بس اسمعني سميح، لا توافق ولا تخاف من شي. لك أنا لا بخاف لا منه ولا من وحدة مثلها، بس شو؟ لا ما في شي. حكيلي شو عم بيصير؟ خلصنا أحسان، عم قلك ما في شي، أنا بحلها لحالي، أنت طلع من القصة، اتفقنا؟ اي نعم ايه. ليش؟ طيب شوي وبكون عندكم. طيب شو الموضوع؟ مجلس الجامعة رح يرجع يجتمع وبدهم يشوفوني. هات لشوف. شو كنت بدك تقول؟ بخصوص وردة. شبه وردة؟ لا تكون عامل شي جديد معها؟ لا 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 ابدا. لكن شو القصة؟ وردة حطتني قدام خيارين، يعني لازم نفس طلبها واعمل لها يلي بدها اياه والا رح تضل وراي وتزعجني. انتبه منيح يا مجد، دير بالك لطورتك بشي شغلي منضيفي. ها لا مو هي المشكلة. وين المشكلة لك؟ نفذ طلبها وخلص منها. والله طلبها يا بابا مانو سهل. شو القصة؟ لا تكون مخبي عني شي. يعني ما تخاف يا مجد، لأنك إذا خفت منها رح تعطيها أحساس إن هي أقوى منك وحتزيد الضغط والطلبات عليك. أحسن شي تعمل اللي بيقلك قلبك عليه، هو الوحيد اللي رح يدلك على الحل الصح. معك حق بابا، لازم الحق قلبي من شان ما اندم، بس الشغله مو سهله بنوب. المهم انك ما تتسرع بنوب، مفهوم؟ لا تخاف ما رح اتسرع. عن اذنك. شو مفكرة حالها هي؟ عن جد هالبنت مجنونة؟ والله ما بعرف يا أوس، قال هي بدها تقضي ليلة مع مجد، هيك طلب ما تخيلت بحياتي اسمعه. لا تفكري بهالموضوع أبدا، ما لازم تقبلي بهيك طلب حتى لو هددتك. ايه بس القرار قرار مجد وأنا مالي علاقة، انت بتعرف أنا بوثق فيه كتير، وإذا كانت وردة بعد هاي الليلة رح تروح من حياتنا وتتركنا نعيش بهدوء فها. لا تحكي هيك أليس، شو ما كان ما لازم تقبلي بهالشي. أوس وردة مو سهلة أبدا، أنت بتعرف كل قصصها، كيف بدك يعني وقف بوش هيك بنت؟ ولما طلبت هالطلب وعدت أنه بعد هيك رح تطلع من حياتنا وما بقى ترجع، هالفرصة لازم نستغلها مستحيل تتكرر. أنت بتعرفي أنه مجد مستحيل يقبل بهالشي أبدا. ما بعرف بجوز يمكن. أوف والله صرت عم خبص قد ما وترني هالموضوع، شو ما كانت النتيجة المهم أخلص منه. سونيا؟ نعم. شو؟ انت كمان قلبي خلقتك؟ هلا عرفت ليش؟ لاني منعتك تنامي عند لطيفة هداك اليوم، مزبوط ولا لا؟ لا بابا، انت شكيت فيني وكأني مو بنتك اللي بتعرفها ومربيها. مو وقت نحكي بهالموضوع هلا، قولي لي لشوف امك شو صاير لها؟ اكيد بتعرفي. ما بعرف شبهها، روح اسألها وفهم منها القصة. انتو اكيد بدكم تجننوني. ان شاء الله دايمي، انا لازم اروح هلا، اليوم عنا اجتماع للجنه. معناتها اليوم رح تاخذوا قرار مشان سميح، ما هيك؟ المفروض هيك. شو قررتوا؟ رح يتعاقب،
وينمنع من دخول الجامعة مدة شهر. شو؟ مو على الأساس سامحته؟ ممكن توضحي لي سبب اهتمامك بهالموضوع يا لين؟ بس ما تكونوا لساتكم عم تشوفوا بعض. شو شوفوا يا بابا؟ مو أنا وعدتك؟ كل القصة أني تفاجأت بالقرار. طمن حبيبي، لين مستحيل تعمل هيك شغلة. أي منيح، ريحتي لي بالي، لأنه صار واضح أنه هالولد ما في منه أمل أبدا. حياته كلها مشاكل، صار لازم يعرف حدوده. آه صحيح، هاي مصاري ظافر، اليوم بس يجي عطياهن. لا تترك مصاري بابا، ما رح يجي ظافر. ليش ما رح يجي اليوم؟ لأنه الدروس بابا كلها تضيع وقت، يعني ما في داعي. شو هالحكي يا بنت؟ مو أنت اللي طلبتي درسي ولا نسيتي؟ يلا اتصلي فيه وخليه يجي درسك اليوم. أي صحيح، ظافر شاب مؤدب وصعب إنه نلاقي واحد مثله. ليش متمسكين؟ ما عم بفهم، ما عم افهم شو عاجبكم فيه. أنا قلت ظافر بده يرجع، يعني بده يرجع، انتهينا. استناني أنا كمان رايحة معك، اليوم رح تتحدد لجنة الأستاذة. والله يلا لكن تفضلي. يلا بخاطرك حبيبتي، مع السلامة. دقي له تليفون هلا. أوكي بابا. مو ناوي تحل عني يا بكري أتباي؟ أنت الخسران، وبنتك لين حتكون هي الضحية. أهلين لين. حبيبي طمني عنك. أنا كتير سيء بعرف، قبل شوي بابا كان عم بيقلها لأمي هيك شي. إيه؟ قال المجلس رح يمنعك تفوت على الكلية لمدة شهر، هذا اللي فهمته. العمى. سميح أنت منيح؟ كيف بدي أكون منيح وأبوكي ما عم يتركني بحالي؟ معك حق بابا، مو معقول شو عنيد أحيانا. اسمعيني لين، من شوي حكوا معي من الجامعة ولهيك لازم روح. ماشي مثل ما بدك، بس بترجاك سميح حاول إنك تمسك أعصابك. معليش روق، لأنه هي أزمة وبتمر. طيب حبيبي حاكيني بس تروق. أوكي. سميح شوفي شو بده يكون فيه. مرحبا. أهلين مجد. قلت لحالي بيجي منروح سوا على الجامعة. أوكي أنا أصلا طالعة. مجد وردة عملت شي جديد؟ في شي أخبار؟ ولا شي. عم تخبوا شي عني؟ لين مو وقت نحكي بهيك موضوع أبدا، صار فيكن تمشي. أنت ما بدك تروح؟ في عندي كم شغلة بخلصهم وبلحقكن. طيب معناتها بنشوفك بالجامعة. بخاطركن. الله معكم. يلا شو صار معك احسان؟ خلصنا بقى رح نتاخر. ما عم بلاقي مفاتيح بيتي. هن معك شي؟ مفاتيحك معي. لك حبيبي انا شو بدي بمفاتيح بيتك لحتى يكونوا معي؟ شو بدي اعمل؟ تذكر منيح وين حطيتهم. لك انا حطيتهم بايدي هون. المشكله رح اتاخر بالرجعه على البيت. شو رايك نروح هلا وبعدين مندور عليهم؟ انا رح اتاخر على الجامعه وانت عم تضيع لي وقتي. طيب امشي. ظافر انت لوين بدك تروح هلا؟ عمتي قلت لك رايح المعهد. يي ورجيني شو هاي هالريشة الملونة، من وين جاي؟ شغلة فاضية عمتي مو محرزة. تعال هون ورجيني اياها. ولا تعال خلصني. اها هذا القلم بيحملوه البنات لك ظافر. بس ما تقلي يا ظافر انك صاير بتحب اغراض البنات، اوعك. ها شو هالحكي عمتي؟ معقول؟ الله يسامحك انا بالصدفة لقيتها بين كتبي، بجوز وحدة من الصبايا حطتها بكتابي بالغلط. ايوة والله كتير حلوة هالريشة يا ابني، نحن على ايامنا ما كان في هيك شغلات. اذا عجبتك خديها مو مشكلة. عن جد ظافر؟ ايه والله انك شاب بتاخد العقل. ايلين بابا بده تعطيني دروس. هو كتير مصر انك تيجي اليوم. بس ابوك اللي بده؟ ايه بس. وانتي؟ انا ما بدي دروس. معناتها بعتذر منك انا ما رح اجي، لما بيصير بدك ابي احكي معي. غليظ مو بايدك. يا
ما بدك نحكي بصراحة؟ مجد، انت فكرت بالموضوع، قصدي طلب وردة. ايه، وحسمت الأمور. أليس، مجد، كيفكن اليوم؟ أهلين مروة. أنا عندي خبر بيطير العقل، رح نبدأ بتصوير الفيلم. أها، كتير منيح. رح أقلكم كيف صارت القصة. في عندي رفيق من زمان قرر يعمل فيلم واقترح أني مثل فيه. مبروك، أنت بتستاهلي. لو تعرفي قديش انبسطت، من زمان حابة أني مثل بس ما عم تجي الفرصة المناسبة، وأخيرا رح أحقق حلمي. هالشي ممتاز. يعني هو لو كان فيلم طويل أفضل، بس المهم أني بلش بهالمجال، ما هي؟ قطعت لكم حديثكم؟ أنا آسفة كأني أجيت بوقت غلط. بعتذر عن المقاطعة، رح روح وخليكم تكملوا حديثكم. لا، ما في شي مهم، أصلاً أنا عندي محاضرة. أي الله. مجد، بعد المحاضرة منلتقي بقهوة الجامعة. ماشي ماشي، باي مجد. باي مروة. أنا بستنى قرارك على أحر من الجبل. مرحبا. أهلين زينة خانو، نورتي. شو بقدر ساعدك؟ تفضل. إذا بتتذكر أنا مبارح اشتريت هالفازة من عندكم، بس للأسف ما عجبته لزوجي أبدا. تعرف نحن دايما منسافر برات البلد، هو صراحة ما بيحب يشتري شي محلي. يعني باختصار بعتذر كتير منك، بدي رجع هالفازة. شو هالحكي زينة خانو؟ والله انتي أخدتي أحلى قطعة. أنا عجبتني، بس المشكلة إنه جوزي ما عجبته، والأذواق بتختلف، أنت بتعرف هالشي. أهلين مصطفى بيك، القطعة اللي بدك إياها صارت جاهزة. زينة، شو هالصدفة الحلوة؟ تفضلي، هلا بتبرد قهوتك. كأنك مو على بعضك. لا تكون نسيت شو عملت معي. تقدر تقلي ليش طلعتني غبية قدام رفيقة؟ شو هالحكي؟ الله يسامحك يا بانا. أنا آسف، بس وضعك هو اللي بضحك. لكن معقول تحاولي تطبقي لي رفيقتك؟ تخترعي لها قصة وتقولي لها إني بحبها؟ عن جد ضحكتيني كتير. فؤاد، شو اللي براسك؟ فهمني، ليش لساتك مكمل معي؟ ولوين بدك توصل؟ ما بدي أوصل لأي شيء، وكمان ما عم خطط لشيء، بس كنت عم أتسلى. شلون يعني عم تتسلى؟ أنت اللي بلشتي مزبوط. وهالحكي شو آخرته؟ مصرت عصبي على ما يبدو. ما راح خبي عنك، لما بتعصبي بتصيري أحلى. بلا مسحك هلأ، وتصرفاتك كلها ما عم تقنعني. طيب روقي، خلينا نتفاهم. الحمد لله اللي ما لغوا قرار اللجنة، والله أنا كنت مفكر إنه رح ينفذ من دون عقاب. وأنا مثلك يا فاروق، ولولا نور الدين كان صار مثل ما بدهن. بتعرف الأستاذ أمين شو عمل؟ جن جنانه وصار يهدد ويتوعد. يا سيدي، أنا أول مرة بشوفه بهالحالة هي. خبرته جاد ما هيك؟ إيه، وقع على القرار ومشي، وصار يبكي لأنه لمدة شهر ما رح يقدر يفوت على الجامعة. وليش ما فكر منيح قبل ما يزور ويغش؟ وسميح أبو شاهين اتصلوا فيه، واليوم بيجي وبيوقع. والله الفصل لشهر واحد قليل عليه، بس بضل أحسن من ولا شيء. والله وأنت قلته. ماشي، بدك مني شيء؟ شكرا كتير فاروق، عزبتك معي. ما عملنا شيء. اهلا وسهلا بالطالب المفصول. اهلين وسهلين، فوت فوت، تكرم علينا ووقعنا هالقرار. للاسف هالمره ما زبطت معك. اخ يا سميح، كثير منيح انك عطيتني النسخه الثانيه من مفاتيحك، عشان حطيت كيف بدنا نقضي ليلتنا هون. وهيك بتكون انطردت من الجامعة، بس للأسف لمدة شهر واحد. انتصرت هالمرة يا دكتور أتباعي. هي مو حرب لانتصر، انت خالفت القانون وبتستحق انك تتعاقب على هالشي. كان بودي تكون العقوبة أقسى من هيك، بس ما قدرت. مو بهالسهولة رح تمر هالشغلة. لا تكون عم تهددني. لا تنسى انه بالحياة في يوم إلك ويوم عليك، رح يجي وقت بتدفع فيه تمن هالتصرف، وأكيد منتواجه. أنا واحد ما بخاف، نقلع من وشي، بدي ارتاح شوي. طلع.
انت بتعرف انه جلال ذوقه كتير صعب، ولهيك ما عجبته الفازة، قال هو ما شاف فيها اي شيء مميز، وانا فكرت بحكي واقتنعت. ذوق جلال لا يعلى عليه. اما مشان الفازة بتصور انه هالمرة غلطان، لان قطعة كتير نادرة تعتبر ثروة لصاحبها. اذا جلال ما حب شيء فاكيد ما في حدا بيغير له رأيه. طيب شو بتقولي اذا قدمت لك هالفازة هدية مني إليك؟ لا ما بيصير هالشي يا مصطفى بيك، ما في لزوم تساوي هيك. لو سمحتي مصطفى، انت مبين عم تحكي عن جد، بس للأسف مستحيل اني اقبل. جلال راح يتضايق كتير اذا انا بقبلها. شو رأيك تقولي له انه الهدية إله مو إليك؟ بتصور هذا احسن حل؟ واذا ضله مصر على رفض الهدية وقتها باخدها وبحطها ببيتي. اذا مصر باخدها مو مشكلة. لو سمحت ضيف هاي الفازة على حسابي. ماشي. فهمني فؤاد شو بدك مني؟ لهلا ما فهمتي؟ مو معقول اللي عم تعمله، أنا بحب واحد تاني وهالشي بتعرفه، ليش لساتك معي؟ شلون بتحبي غيري؟ ونحن هلا مخطوبين ورح نتزوج عن قريب. ليك فؤاد كل شي عملته له هدف واحد وهو إني أخلص منك، فحل عني بقى. وعم تضحك وكأنه ما بيعنيك الموضوع. أنا بدي أفهم شو بدك مني، يلا قول. إذا بدك نحكي بكل المواضيع اسمعيني لك، أنا كمان عندي أحلامي. أحلام؟ الأحلام ما بتلحكها، وخاصة قدامك يا بانا. بعرف أحلامك من غير ما تحكي، تتجوز بأسرع وقت وتجيب أولاد على قد ما بتقدر. يعني أنت مفكرة أنه حلمي محدود بهالنقطة بس يا بانا؟ طيب حلمك شو هو؟ بحكي لك بالوقت المناسب، لازم تصبري فؤاد. أنا من دون شي مجنونة، فلا تجنني أكتر ولي ليش اخترتني. ما فيني جاوبك. طيب بس ما بظن أنك بتقدر تحقق أحلامك مع واحدة ما لطايقتك أبدا، فالأحسن أنه أنا وإنت نترك بعض. أنا ما بدي أترك، فلا تتعبي حالك ولا تحاولي. يا ترى شو مخبي بهالعلبة؟ والله مانك قليل، باين انك خبير بتحضير الجو الرومانسي. ييه هاي بنت استاذنا بالثانوية، كيف وصلت لها؟ يبعت لك يا سميح، ما في بنت بتفلت من ايديك. خير شو في؟ شو بده يكون فيه؟ جوز عمتك هذا مو ناوي يتركني بحالي. سميح حدي حالك شوي، في ناس قاعدين حواليك. انا ما راح اسكت له، سميح ابو شاهين ما بينعمل فيه هيك، وبكره بشوف شو راح ساوي. ايه كله بس شهر شبك، اعتبر حالك اخذت اجازه. لو كنت مكاني يا احسان ما كنت قلت هالحكي، لانه القصه مو قصه شهر، القصه قرار فصل وفضيحه بين الطلاب. معلم سميح لو تعرف قد ايه انزعجت على اللي ساووا فيك، والله ما بتستاهل، يكسر ايدين كل واحد وقع على قرار فصلك. طيب طيب غسان خلص، شكرا لك. لا تفكر رح اتخلى عنك يا معلم، من هون لحتى يلغوا القرار رح اعمل اضراب عن الطعام. بس طبعا هلا انا جوعان، يعني بعد ساعه. لك انت شو ما بتحس انا ناقصني غلطتك؟ معلش صرخ علي، فرخ قد ما بدك، انت متضايق ولازم ترتاح. شوف وشك شو اصفر، اكيد لهلا مو اكل ولا لقمه. انت بس اطلب وانا مستعد جيب لك شو ما بدك، حتى لو كان لبن العصفور بجيب لك اياه. خلص روح روح هلا، عم اقول لك روح. ليك بس احتاجك انا بحكيك ماشي؟ فرقني يا اخي، انت متاكد؟ نقلع. احلى معلم تكرم. شو هالجده هاد؟ لسه معنا وقت لنطلب شي تاني. طيب مبين انه ما بدك تشربي شي تاني، حابه نمشي ما هيك؟ بدي روح على الحمام وبعدين بوصلك على البيت.
انت وينك بعد 45 دقيقة؟ رح سلم للضاح، اوعى تتأخر، ما عندي وقت بنوم. مين هاد؟ لازم ما يعرف اني انا قريت الرسالة، رح ابحيها. يلا تفضلي بنا. لوين بدنا نروح؟ وين ما بدك انت اختاري. الو، ماشي الحال؟ رسالة؟ لا ما اجاني شيء. ماشي انا جاي لعندك، بس نلتقي بنحكي. شوفك بعد شوي. خير؟ شوفي مين حكاك؟ لوين بدك تروح؟ لا تشغلي بالك حبيبتي، ما في شيء مهم. عمتي مرضانة شوي ولازم نوديها على المشفى. يلا خلينا نروح، ما فينا نتأخر عليها. بالإنترنت ما في هيك أفلام. بس لو أعرف ليش عم تعمل كل هدول الأفلام يا سميح. عشق ورومانسية تشويق وإثارة، أرشيف مانو قليل والله. هيك فرصة ما رح تجيني مرة تانية، لازم أخذهم كلهم. والله وقعت وما حد اهتم عليك. هاجر، زافر إجا ولا لسه؟ لا لسه ما إجا. طيب لين عندك بالبيت؟ أي ليك جنبي. أعطيني أحكي معه إذا بتريدي. أي تكرمي. لين، أمك على التليفون. نعم أمي. أي حبيبتي، ليش زافر ما أجل هلا؟ أنا حكيته هلا، قال هو ما بده يجي، شو بدي أعمل معه يعني؟ هالحكي ما بيجوز. حكي لي لين لتكوني غلطاني بحقه بشي كلمة. أوف منك يا أمي، كل اللي بعرفه أنه قال ما بده يجي لعنا، أنا شو دخلني؟ اسمعي لين، أنت لازم تفهمي أنه هالدروس كتير مهمة إلك حبيبتي، ولازم ترجعي تحكي معه وتصالحي، وإلا رح أقول لأبوك إنك التقيتي مع سميح بدون علمه. طيب أمي. طيب يلا حبيبتي، رح سكر لأنه عندي اجتماع. بشوفك. أوكي بشوفك. يلا قوم خلينا نمشي. امشي. لا لا لا، معقول اللي أنا شايفه بعيوني هلأ؟ بعد كل شيء صار بيناتكم معقول رجعتوا لبعض؟ والله غريبة. إذا بدك خليك معهم، أنا لازم أمشي. والله يا مجد الموضوع طلع من إيدي، وهلا القرار صار بإيدكم لحالكم. إيه أليس؟ رح تقبلي إنه وردة وحبيبك مجد يقضوا ليلة حلوة مع بعضهم؟ وردة هي اللي خبرتك؟ شوف إذا بدك الصراحة، هي ما قالت لي بالضبط، بس أنا استنتجت لوحدي. انتبه، وردة واثقة من حالها وبتعرف شو عم تعمل. على كل إن أنت بتعرفها أكتر مني، يعني هي التصرفات مو جديدة. إيه؟ ما بعرف إذا حبيبتك موافقة إنها تضحي مشان تخلص من وردة، ومستعدة إنها تعيرة حبيبها لليلة وحدة، شو رأيكم؟ يلي شايفه أنك رجعت لتصرفاتك القديمة يا أستاذ سميح. لا والله، أنا بس بدي أطمن عليكم. رح غيب عنكم شهر كامل، ما بصير إني بيع الصحبة وروح من دون ما ودعكم، ما هيك؟ شو قلعوك لأنك زورت بالامتحان؟ ولا اللي إيه، أنت وقلت شو قررتوا؟ رح تقضي هالليلة مع وردة ولا لا؟ هذا الشي بخصنا وأنت ما لك علاقة. شو هالحكي اللي عم تحكيه مجد؟ ما بصير تتعامل معي هيك، والله بزعل منك. قلي لي أليس، شو رأيك؟ برأيك الحب بيغفر هالشي اللي حيصير بيناتهم؟ وانت شو إلك علاقة؟ هالموضوع لا تتدخل فيه. شلون ما أتدخل بينكم؟ شو ما بتعرفوا أني صرت طرف بالموضوع؟ القصة كلها فينا نقول رح تصير أحداثها ببيتي. ببيتك؟ ايه طبعا، لأنه وردة طلبت مني هالطلب، وأنا ما حبيت أكسر بخاطرها لهيك وافقت، لأنه مثل ما بتعرفوا بيتي بخدمة العشاء. آسف لأني قلت لك، يمكن وردة عملت لك إياها مفاجأة. مجد خلينا نمشي، مو حابين نضل. وأنا هيك رأيي، بس أنا لازم أعرف قراركم، لأنه لازم أعملكم هيك شوية أجواء رومانسية قبل ما تيجوا. وبعدين معك، روح بقى خلصنا. إيه طيب، أنا رح جهز لكم كل شيء، لأنه مثل ما قلت لك بيتي للعشاء. أهلين بالأمورة. حبيبي أنت وينك؟ ما بتعرف إني قاعدة لهلأ ناطرة تليفونك؟ كنت متضايق كتير وما حبيت إنه ضايقك معي. طيب حبيبي، أنا جاية زورك. أنا متوعد أنا وإحسان نروح مشوار، بس خلصت شوفك.
ما بيهمني، اعتذر منه بأي طريقة، لازم شوفك. الله عليكي، باينتك مشتاقتي لكتير، يعني هالشوق ما بيقدر ينطر؟ خلص لا تخجلني، شو المشكلة يعني إذا كنت مشتاقت لك؟ خلص خلص مثل ما بدك روحي، أصلاً أنا مشتاق لك كمان، رح روح على البيت ومنلتقى هنيك. وعندك لباس خاص كمان يا سميح. شي حلو كتير. حاطت عينك على أليس وعامل بحث عنا؟ اسم الأم مريم قراجة، ممرضة متقاعدة. تفضل دكتور. أهلين، فوت فاروق. الأخبار الحلوة بتجي دفعة واحدة. كنت عم بحكي مع دكتورة للست مريم من شوي. ايه شو الوضع؟ قال لي إنه آخر تحاليل عملوها كانت نتائجها منيحة، ورح يسمحوا لها تحكي معك يا دكتور بعد شوي. حلو كتير هالخبر يا فاروق. بدك تحاكيني عن موبايلي؟ عن طريق الانترنت، رح افتح الكمبيوتر ونزل لك برنامج مشان تقدر تشوفه صوت وصورة. إذا هيك يلا فوت جهزه. خالي هاجر؟ خير؟ أنا رايحة على المعهد لشوف ظافر أقنع يرجع يعطيني دروس. أي والله برافو عليك يا بنتي، هالشاب ما في منه، والله كتير حبيته. يلا بشوفك المساء، باي. ايه باي باي. فؤاد؟ نعم. بدل ما توصلني على البيت خليني روح معك، منطمن على عمتك وبتعرفني عليها. شو اللي خلاك تفكري هيك؟ بعدين هي مريضة هلأ والوقت مو مناسب. وشو عليه فؤاد، ما رح نطول، بوعدك اني ما رح اضايق عمتك ابدا، بتعرف عليها وما بحكي ولا كلمة. حبيبتي عم قلك هلأ مو خرج الزيارة، خلص اجليها لمرة تانية. بعدين انتي ما بصير تتأخري على البيت، طلعي. حبيبي أوس. شو يا قمر؟ يعني انت خلص اكيد ما نك زعلان مني. وليش لا ازعل منك؟ والله نسيت شو عملت. طيب بعترف انا اتضايقت. يعني توعدني ما بقى تزعلني او تعمل فيني مقالب، ورح تعمل شو ما بطلب منك. ايه كمان هلا رح شوف اذا كنت عند وعدك. بدي اياك تروح معي اليوم. كيف يعني؟ لوين بدك تاخديني؟ ليك في عندي رفيق بعرفه من زمان كتير اسمه مراد، عم يصور فيلم قصير ونحن رح نساعده بشوية شغل. ايه بس انا الافلام ما بفهم فيها شي. حبيبي الشغلة مو صعبة بنوب، وما رح نطلب منك شي ما بتقدر عليه. انت اذا ما بدك تروح تصطفل، بس انا رح روح لاني بحب السينما كتير والتمثيل هو حلمي. اوكي اذا حلمك انا موافق. يعني رح تروح معي؟ عم تحكي جد؟ طبعا. بس لازم تعمل كل شي بقوله، حتى يمكن اطلب منك انه تمثل. شو عم تقولي؟ موافق ما هيك؟ طيب. انت عن جد ما في منك، ما في منك. هاي نزلته، جربه دكتور. مريم، مريم مرحبا. مريم عم تسمعيني؟ بكري مو كتير سامعتك. ليش ما عم بسمع صوتك؟ بعتذر دكتور، يمكن نسيت افتح لك الصوت. معقول فاروق؟ مريم هيك صوتي مسموع؟ عم بسمعك بكري، كيف حالك؟ انا منيح، انت كيفك؟ ليكي مريم انا عرفت انه نتائج التحاليل كانت كتير منيحه. هيك قالوا لي كمان، انا عم حس انه صرت احسن الحمد لله. نشكر الله، المهم معنوياتك تضل عاليه. اتركك هلا مني بكري. اللي شو اخبار أليس؟ والله مشتاق اعرف شي عنها.
شكرا كثير سميح بيك، زيارتي لبيتك كانت مفيدة أكثر من اللزوم. أهم شيء دور هلا على أم أليس وأعرف بالضبط وين بتكون. وردة؟ قررت شو بدي ساوي. أنا ما رح أقبل عرض وردي أبداً، وما رح أسمح لأي حدا أنه يأثر على علاقتنا، وخاصة وردي. مجد، إذا كنت عم تقول هيك مشان ما أزعل. لا، يلي طلبته مني ما بقبله، لأني بالنهاية ما بقدر أعيش هيك ليلة مع وحدة مثلها. أنتي بس وحدك يا أليس يلي بتهميني بكل هالدنيا. انت شو عم تساوي هون؟ انا عم اعمل جولة تفقدية حياتي. بس انت شو اللي جابك؟ مشان سميح. بس انت شو دخلك؟ ناديني سميح. عن جد برافو، يبدو انه شو ما ساوى فيكي ما بتقدري تتركيه. قد ما كبرتي بالعمر رح تضلك صغيرة وهبلة. هالمرة ما حذرتي يا وردة، لأنه أنا ما عدت لين القديمة. أنا بتمنى هالشي، بس ما بعرف ليش ماني قادرة أنسى لين الغبية تبع زمان. أي صحيح، خبري لسميح إنه الأرشيف اللي عنده أنا كتير حبيته. أرشيف شو؟ لساتك زعلانة؟ والله نحنا ما كان قصدنا نزعلك هيك. الله يخليكي سامحينا. انتو ما عم بتصدقوا اللي عم بقوله، وهذا اللي زعجني. وانا وياكي شفناه يا سونيا لما فات على بيت هديك المرة، والبصارة اكدت لي انه عم يخونني. يعني البصارة صادقة؟ يا ستي هالبصارة ما في منها بكل البلد، حكت لي كل شيء، وحكت لي عنكم كمان لو تعرفوا شو قالت لي. قالت انه جايتكم ايامات حلوة. حبيبة قلبي، قالت لي إنه عندك حرف صغار رح يتمسك فيكي وحتكوني مبسوطة بحياتك يا بنتي. يعني لطيفة إذا حطيناها لنقطة بتصير صغار. طيب إذا أنتوا ما صدقتوني مين يلي بدي صدقني؟ وأنا مالي حدا غيركم بحياتي، معقولة ما تصدقوا اللي بقوله؟ أمي خلص أنتي روحي عادي، أنا بكمل الطبخة وبعدين بعمل لك أحلى كاسة شاي بالعالم وبنحكي قد ما بدي. يلا أمشي. دخيله أنا اللي بيرضى بسرعة. ست إقبال؟ مرحبا فاروق. حاسك مو على بعضك، خير في شي؟ أي والله أنا كتير متضايقة. شو اللي صاير؟ تحددت اللجنة تبعي اليوم يا فاروق، وأهم أعضاء هو الأستاذ أمين. ما تتضايقي دكتورة. شلون ما أتضايق فاروق؟ شو بدي أعمل إذا كان أمين ضيع لي كل تعبي انتقاما من بكري؟ وينه بكري؟ أنا لازم شوفه هلأ. موجود بالمكتب. يلا بعدين بشوفك دكتورة. بس ما بظن هو بالمكتب هلا. ولا يهمك فاروق، انا بدور عليه. أليس وضعها ممتاز يا مريم، ملتزمه بدوام الجامعه ونتائجها منيحه. بس كانها ما عم تسال عني، بدي اعرف اذا لسه متذكرتني ولا نسيتني. ما راح تساوي هيك، انا اللي رحت وتركتها لحالها، اكيد ما عادت تحبني. اهدي وطولي بالك يا مريم، لازم تكوني متفائله، الحاله النفسيه لها دور كبير بالشفاء. ايه كلامك مزبوط يا بكري، صح انا لازم اتحسن باسرع وقت مشان ارجع لك. برافو عليكي، هي الطريقه اللي لازم تفكري فيها، ما بدي اياكي تفقدي الامل. انا لولاك ما كنت فكرت بالعلاج، لأنه ما في حدا غيرك ممكن اترك بنتي عنده وأنا مطمنة عليه. اللي بكري انت عم تدير بالك عليها مثل ما وعدتني. وشو قالت البصارة عن أبي؟ يلا حكي لنا. قالت لي جوزك قضى حياته على الطرقات، بس بهالأيام لا عم يروح ولا عم يجي لأنه غير شغله. والله؟ معقولة؟ إيه، ما هالمرة بتقدر تعرف كل شي بنتي. حكت لي كمان عن هديك المرة، قالت لي مع أنها متجوزة أبوكم بحبها.
أمي أنت شو عم تقولي؟ هي شقفة بصارة شو بيعرفها؟ أبوك عم يروح على بيت هديك المرة على طول وعطول بياخد شي معه حتى يمكن إنه يترك الشغل مشان يضل جنبه. قالت لي إنه بالأخير رح يطلقني. والله زودتها، شلون شافت كل هاد؟ شو بيعرفني شلون شافته؟ هي شغلتها، أنا ما بهمني، إن شاء الله يقلعوه من الشغل، أنا مالي محتاجته، بشتغل وبأمن لأمتي. طولي بالك شوي. كيف بدك يعني طول بالي؟ بعد ما ضيعت عمري كله معه بزتني هيك؟ ليه صوتك عالي صبحية؟ لأنه عمايلك ما عاد ينسكت عنا يا كاظم بيك. سكتي، ما بدي اسمع صوتك. مشاكلي بتكفي مناصني اتخانى معك. حكي اللي بقلبك وريحني، شو هي مشكلتك يا كاظم؟ تركت الشغل، ارتحتي؟ ما بدي اسمع صوت حدا منكم. ماجد. شو حبيبتي؟ بدي اقول لك، لو تعرف قديش انبسطت لأنك ما وافقت على طلبها، حتى لو كنت متأكدة من حبك وإخلاصك إلي، ما رح استوعب فكرة تمضي ليلة معها. وأنا مستحيل وافق. ليكي، أنا بس لألك، لألك وحدك وبس، حياتي ملكك يا أليس. بعرف مجد، حياتي كمان ملكك، بس قلي شو بدنا نساوي هلأ؟ يعني أكيد وردة بعد ما تعرف إنه أنت رفضت عرضها رح يجن جنونها. والله هالشي ما كتير بيهمني، بس نكون أنا وأنت متفقين شو ما كانت المشكلة بنقدر نحلها، وأنت معي ما في مستحيل. وردة مو سهلة. ونحن مو سهلين. مرحبا، كيفك؟ أنا وردة. صحيح، بدي تجمعولي معلومات كاملة عن وحدة اسمها مريم.